رجعنا لكم من الفاصل، والنهارده بقى بصوا احنا انا قاعده بعمل الفقره ريحه البيتزا مش مركزه خالص. معايا النهارده شيف حنان محمد، اهلا بيكي تاني. اهلا بحضرتك، تشرفت بحضرتك. قولي لي بقى البيتزا الجميله دي بقى عملتيها ازاي؟ البيتزا ديت مقاديرها الاول 4 كوبايات دقيق وثلاث معالق لبن بودر، تمام، ومعلقه سكر وذره ملح صغيره وعلبه زبادي في يعني نص كوبايه زبادي ونص كوبايه زبادي، تمام، وباكت خميره ومعلقه صغيره بيكنج باودر، باكت خميره وبيكنج باودر وبيكنج باودر، يعني معلقه خميره ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، تمام، اوكي. بنعجنها، وطبعا بنستخدم ميه، الميه دي بتكون فتره يعني بتكون دافيه. بنعجنها لحد ما تكون العجينه ملمسها ناعم وطريه، يعني عشان تبقى هشه وتبقى طعمها حلو، تمام. طبعا اللبن البودر ميزته كمان ان هو بيدي طعم جميل جدا، بيخلي الحاجه طعمها جميل كده، وتبقى سبونشيه، وفي ناس بتحطها كمان في الكيكه وكده، اللبن البودر. أيوه. تمام. التوبنج بقى اللي احنا هنستخدمه بيبقى عباره عن صلصه، الصلصه ديت معلقه صلصه البيتزا، صلصه البيتزا عباره عن معلقه ثوم متحمره في شويه زيت، يعني معلقتين زيت، وعليها كوبايتين من الطماطم، وانا بقى الحته اللي انا بعملها محدش بيعملها، حوالي من نص كوبايه من الكاتشب، من الكاتشب عليها، من الكاتشب عليها بعد ما بتستوي على النار، بحط لها نص كوبايه من الكاتشب وشويه من الزعتر وشويه من الفلفل الاسود. الزعتر طبعا بيغير وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الكمون وسبع بهارات وذره ملح وعلى كده وخلاص، تمام، نقفل عليها. التوبنج بقى بتاع البيتزا بيكون عباره عن فراخ بوب كورن، انا محمراها بالشكل ده، مقطعها صغير، نتسلى فيها كده واحنا واقفين. اتفضلي تحت امرك يا حبيبي. بقطعها قطع صغننه وبعدين بتبلها، بعمل لها التتبيله بتاعتها عباره عن كوبايه زبادي، سبع بهارات، شويه من البابريكا، شويه من الكاري، شويه من الكركم، برده كل حاجه منها نص معلقه صغيره، وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، تمام، طعمها جميل، طعمها تحفه. اقل حاجه 4 ساعات، 4 ساعات، علشان انا سبتها ليله كامله، كل ما تقعد في التتبيله كل ما احلى طعمها احلى. طبعا عشان اغلفها كلها توبنج اخير بيكون عباره عن دقيق ومعلقه، يعني مثلا كوبايتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، وشويه فلفل اسود وشويه كاري شويه كركم، برده من نفس التتبيله اللي انا حطيتها جوه للفراخ بحطها على الدقيق. حلو قوي، حلو قوي. بصوا يا جماعه، بصوا البيتزا كانها يعني بالظبط بتاعت بره، بصوا عامله ازاي. انا عايزه اعرف دي عملتيها ازاي بقى، دي بقى. انا فردت الاول عجينه، وبعد ما فردتها عملت كور صغيره بحجم الليمونه صغيره، تمام، وحشيت حشيت الكره دي جبنه كيري، يعني دي محشيه جبنه كيري، دي محشيه جبنه. لا انا هقطع، استنوا بقى كده، ده بالشاشه، اتفضلي. كملي. وطبعا الكور دي لما بتكون محشيه بيبقى طعمها حلو، طبعا، ومجرد اللي هي عجينه صغير كده بتحطيها فوق بحطها فوق القطعه اللي انا فردتها مدوره، تمام. كملوا بعدين. وبعدين بعمل الحشوه بقى، بحط معلقه من الصلصه، وبعدين اللي هي صلصه البيتزا، وبعد كده بحط الجبنه، وبحط الفراخ اللي انا محمراها. طبعا الفراخ دي بتبقى حاجه جديده، الفراخ ممكن اي حد عنده اي حاجه شاورما. ممكن شاورما، متاح، عشان نقول متاح، المتاح ممكن يتحط على وش البيتزا. احنا برضو هي تعتبر اقتصاديه، في ان انا ممكن ورك فرخه واحد باقي مثلا من غدا ولا حاجه بتقطعيه نستخدمه. بس انا بتكلم على العجينه جميله جدا جدا يا جماعه بجد، وفعلا بصوا اللي انا قطعت منها كمان حته دي لما بتبقى على اكبر شويه بتتباع ب 180 جنيه عند احدى المحلات ب 180 جنيه. انت كلفتيها قد ايه بقى في البيت؟ الاربع كوبايات دقيق يعني احنا هنعملها مثلا 3 بيتزيات، حجم وسط صغير، هي مش كبار قوي، يعني مش مكلفه قوي، هي ممكن تكون كلها على بعضها بالفراخ يعني، ولا من غير الفراخ مش عارفه،
مش مكلفه يعني، تخش لها في 60 جنيه ولا ايه مش الثلاثه. اه طيب، طبعا الفكره دي بقى يعني بعد التصوير ماشي، عشان المخرج العظيم بيقول لي تعالى كلي في المايك ماشي. يعني 60 جنيه ثلاث بيتزات، وانا بقول البيتزا زي دي بالظبط يا جماعه اكبر سنه كده ب 180 جنيه. احنا عايزين جايبها قريب ان احنا الحاجه في البيت موفره جدا، موفره ونضيفه ونعرف ناكل لاولادنا ايه، لا حاجات كتيره جدا يعني عن الاكل النظافه بس سبحان الله كل واحد بيبقى ليه رزقه. يعني مثلا انا بعمل مثلا الكبده والسجق سندوتشات في البيت بيبقى ليها طعم مختلف تماما عن اللي هي بتبقى في بره. ايوه فعلا سبحان الله. فيعني ربنا يعني ايه طبعا عشان الناس دي بتبقى هو ده رزقها، فبي مش عارفه بيبقى طعمه احلى في بقنا ولا ايه مش عارفه سبحان الله. ويمكن احنا بنبقى عارفين مثلا الحاجات دي مضره، وعارفين الحاجات دي رخيصه، وعارفين اللي هي مش مثلا مش كبده بلدي ولا الكلام اللي احنا بنعمله في بيتنا، بس برضو بنروح وبنجيب وبناكل. فعلا فعلا. دي ايه رمرامه ولا ايه؟ لا هو ممكن نقول برضو هما بيستخدموا حاجات يعني ايه الملح الصيني، الحاجات اللي هي احنا بنخاف على عيالنا منها. الحاجات دي بتدي نكهات وطعم حلو، بس احنا ما نقدرش نستخدمها في البيت لان احنا بنخاف على عيالنا، لان اول حاجه بتخلي الذاكره تضعف عند الاطفال. يبقى ليها طبعا اضرار كبيره، اضرار كتيره، اضرار كبيره. فطبعا بس الرمرامه موجوده برضو وفي كل المصريين وفي كل مكان الرمرامه موجوده، بنعمل احلى فراخ ونروح برضو. ومعظم خروجاتنا الخروجات بتبقى باكل في الاخر، يعني لازم في الاخر تنتهي باكل عشاء غدا اي حاجه، بس المهم ايه يبقى في اكل كده في الخروجه دي. عادات على فكره. سبحان الله. مش عايزه اقول لكم بيتزا روعه روعه روعه، تسلم ايديكي. تسلمي لي تسلمي لي. عايزه اعرف إيه طبعا هو نازل على الشاشه دلوقتي الـ عندك انت اسمك حنان محمد، شيف حنان محمد. تمام. لا عندك القناه اسمها ايه؟ المطبخ لعبتنا. المطبخ لعبتنا مع حنان صح كده؟ زي ما نازل في الشاشه. ادخلوا يا جماعه دعموها على قناه اليوتيوب، اكلاتها فظيعه جباره زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، وعندها الاكلات الاقتصاديه وعندها الاكلات اللي هي بتبقى اول الشهر. الحلقه الجايه ان شاء الله في شاء مفاجاه الله. باذن الله كده في مفاجاه في شيفات هيتكرموا معانا هنا في الحلقه، هيشرفونا طبعا بنهايه السنه 2020. يلا مع السلامه، هي هنبدا سنه جديده ان شاء الله. فباذن الله الحلقه اللي جايه واللي بعدها تكريمات للضيوف اللي كانوا معانا في الحلقات. بشكركم جدا وبشكرك يا حنان. متحرمش بالذوق. وان شاء الله تشرفينا بقى الحلقه الجايه ان شاء الله. متحرمش ان شاء الله. بشكركم والى اللقاء في الاسبوع اللي جاي. يلا السلام عليكم. السلام.